لابد من مشاريع نحقق بها أحلام شبابنا. اليوم كثير من الشباب من يتطلع إلى العمل، العمل المناسب، كثير من الشباب من يتطلع إلى تحقيق الأهداف، كثير من الشباب من يتمنى أن تكون مدينة سامراء مدينة سياحة، مدينة علم، مدينة رياضة. وحقيقة كثير من شبابنا الكرام اليوم من يهتم في المجال الرياضي، وكثير من عدم من يهتم في مجال الشعر، وكثير من عدم من يهتم في مجال العلم، وكثير من يهتم فيهم في الحرف، وعدم إبداعات وعدم إمكانيات ولكن لم تستثمر. فلابد من توفير الفرص لأهلنا وناسنا وشبابنا حتى نطيم المجال لبناء وإعمار هذه المدينة. بكم تنهض المدينة، بكم نأسس المستقبل ونرسمه إن شاء الله. أنتم زهرة المستقبل لأيام قادمة والعراق يتقدم. لابد أن نفكر بهذا التفكير. اليوم إحنا شركاء، اليوم إحنا بمركب واحد، راح نخرج سوية بإذنه تعالى إلى صناديق الاقتراع، وكل واحد بيكم هو قائد، كل واحد بيكم هو مسؤول عن 10 أو 20 أو 30 أو 100 أو 1000، كل واحد بيكم هو بحي أو في مكان أو منطقة أو قاطع، فكل واحد بيكم هو مسؤول أن يأمن وصول كل هذا الحي أو المكان أو الأصدقاء أو من جلب أسماءهم وثبتها، يكون مسؤول على إيصالهم إلى الصندوق والاطمئنان على أنهم أنجزوا المهمة. كل ما قدمناه من جهد ومن عمل لا يكفي إلا يوم 12/5 يوم الذهاب إلى الصندوق وظهور النتائج. وتخيلوا إحنا بين أمرين، إما الفوز وبإذنه تعالى